تدرون أن كان في فترة أبل كانت تحاول تدخل فيها سوق الألعاب؟ الفترة هذه كانت في التسعينات وسط عز المنافسة بين نينتندو وسيجا ودخول اللاعب الجديد سوني في هذا السوق. السبب في محاولتهم للدخول في سوق الألعاب كان غير مباشر، لأنهم ما كانوا يبغون يعملون على تصميم جهاز للألعاب خاص فيهم، لكن فكرتهم كانت في صنع مواجهة نظام تشغيل يقدرون يرخصون استعمالها للشركات حتى تكون تكلفة تصنيع هذه الأجهزة على الشركات، وأبل بس تكسب فلوس من ترخيص وانتشار واجهتها في العالم. يعني باختصار، أبل كانت تحاول تصنع ويندوز خاص فيها لكن لسوق الألعاب. طبعا هذا التوجه جدا غريب مقارنة بأبل الجديدة، خصوصا أنها دائما تتفاخر بالأمان في منتجاتها بسبب أنها هي اللي تصنع الأجهزة، وأيضا هي اللي تصنع برمجياتها وأنظمة تشغيلها بنفسها، ولا تسمح لأحد ثاني باستخدام أنظمة تشغيلها. وقتها نظرتهم كانت كبيرة لهذا النظام، لأنهم كانوا مؤمنين بأنه ما راح يكون استعمالها محدود كمنصة خاصة لأجهزة الألعاب، بل أنه راح يكون لها استخدامات أخرى مثل الكمبيوترات والتليفونات وأجهزة التواصل بشكل عام. أبل ما كان ودهم يختارون اسم واحد ملائم لفئة معينة أو سوق معين، على أساس أنهم متوقعين بأن منصتهم راح تجذب جميع أنواع المستهلكين، وهذا هو السبب اللي خلاهم يسمون هذا النظام بيبن. لما تشغل أي جهاز يدعم هذا النظام التشغيلي، تسمع صوت ولد ولا بنت صغيرة في البداية تقول بيبن، بعدين يطلع صوت بوم بوم بيبن. هذا الاسم ماشي على نمط تسمية بعض أجهزة أبل، لأن اسم بيبن هو مستوحى من نوع معين من أنواع التفاح. أبل كانت تحاول تشجع الشركات أنهم يبرزون الفروقات بين الأجهزة اللي تستعمل نظام البيبن عن طريق تقديم تصاميم جذابة للأجهزة، تحسين مواصفات الجهاز بشكل عام، ومن تقديم ذاكرة أفضل، وأخيرا إضافة ميزة تخليه يتواصل مع التليفونات. حطوا في بالكم أن التليفونات الثابتة كانت شيء أساسي في الحياة في التسعينات الميلادية. طيب، أبل صنعت هذا النظام ووفرته للشركات، لكن مين هم الشركات اللي أخذوا هذا النظام وبنوا عليه أجهزة فعلية؟ أحد أول الشركات اللي تحمست وأبرمت صفقة مع أبل هي بانداي، وهدفهم كان صنع جهاز كمبيوتر رخيص يركز على تشغيل مختلف أنواع أقراص السي دي من ألعاب وأغاني وغيره، بنفس الوقت يكون جهاز كمبيوتر للأشخاص اللي يحتاجون كمبيوتر خفيف. قصة بانداي بدأت في 1993 لما حاولت بانداي تأخذ نظام ماكنتوش الشهير المعروف بالماك وتوظفه كنظام تشغيل جهاز ألعاب جديد منها يستخدم السي دي كوسائط. لاحقا في بداية 1994 بدأت بانداي بالتواصل مع أبل عن فكرة تصميم جهاز للألعاب، وبعد عدة جلسات نقاش بينهم تم تطوير النظام من قبل أبل بناء على آراء المجربين، وتم إضافة خواص جديدة مثل الاتصال بالإنترنت. نزل أول جهاز من بانداي يستخدم هذا النظام الجديد من أبل، وكان اسمه أتمارك بيبن في اليابان، وهذا كان مارس 1996 بعد عدة تأجيلات. طبعا شركة بانداي ما كانت شركة تصنيع أجهزة، لذلك استعانت بالشركة اليابانية الكبيرة في هذا المجال ميتسوبيشي عشان تصنع لها العتاد. بعدها بكم شهر توفر الجهاز في أمريكا لكن باسم مختلف، وهو آت وورد، وكان سعرها $599، وكان يجي معه باقة اشتراك للنت. طبعا بانداي كان طموحها مرة عالي، لأنهم كانوا متوقعين الجهاز راح يبيع 200,000 وحدة في اليابان و300,000 وحدة في أمريكا خلال السنة الأولى، لكن في 1997 الجهاز فشل ذريع، ولا باع إلا بحدود 40,000 وحدة، لأن الألعاب اللي عليه كانت قليلة ونقدر نقول أيضا سيئة. أجهزة الأبل بيبن نزل عليها 23 لعبة بس، نسبة منها كانت نسخ سيئة للألعاب متوفرة بشكل أفضل على الأجهزة الثانية، مثل لعبة التصويب بالمنظور الأول ماراثون من تطوير بانجي، ولعبة شاك ويف من شركة EA، بينما الألعاب الحصرية على الجهاز كانت تفشل وصعب تسميها لعبة، مثل أنمي ديزاينر دراغون بول زي اللي تخليك تحط صورة لأحد المناطق المشهورة في عالم دراغون بول، وبعدين تقعد تحط فوقها صور لشخصيات دراغون بول زي وتقعد تحركهم كأنك سويت لقطة من حلقات الأنمي. للأسف مبيعات هذه الألعاب مرة ضئيلة لدرجة ما قدرنا نحصل لها أرقام. بسبب هالظروف بانداي اضطرت توقيف تصنيع الجهاز، وخلال ذي الأيام العصيبة كان في مفاوضات بينهم وبين سيجا حتى يدمجون الشركتين، لكن هالشيء ما تم، وهذه قصة نتركها لوقت ثاني. بانداي ما كانت الشركة الوحيدة اللي تورطت بهذا الجهاز، لأن في شركة نرويجية ثانية اسمها كاتس ميديا وقعت مع أبل عشان تستخدم هذا النظام، وهي تعتبر الشركة الثانية والأخيرة اللي وقعت على ترخيص الاستخدام هذا النظام. بينما بانداي كانت مركزة على السوق الياباني والأمريكي، كاتس أخذت السوق الكندي والأوروبي،
طبعا شركة كاتس ميديا كانت تنتج برامج فقط، فوقعوا عقد مع بانداي حتى ينتجون لهم هذه الأجهزة. كاتس كان عندهم خطط في إنتاج فئتين من هذا الجهاز، واحد رخيص يشغل الألعاب ويكون مشغل سي دي، بينما الفئة الثانية راح تدعم منفذ الـ SCSI اللي بينقل البيانات من بين الجهاز الأساسي وأجهزة أخرى مثل المودم اللي يوصل الإنترنت. بالأخير ما نزل في السوق إلا الفئة الثانية اللي كان اسمها Pippin KMP 2000. هذا الجهاز ما توفر في المتاجر وبيع على الشركات كجهاز هدفه هو تصفع على الشبكة العنكبوتية وحفظ البيانات. المستخدمين لهذا الجهاز كانوا شركة فنادق معروفة شرت منه نسخ كثيرة حتى يقدرون الزوار الفندق يتصفحون المواقع الإلكترونية، يعني كأنه كمبيوتر خفيف لتصفح الإنترنت. أيضا فيه مستشفى فرنسي كان يستعمله عشان يحفظ فيه المعلومات عن الحالات السابقة ويقدرون الدكاترة للرجوع لها ودراستها. في 1997 رجع ستيف جوبز لشركة أبل ووقف نظام ترخيص أنظمة الماكنتوش للشركات الخارجية اللي كان منها نظام الأبل بيبن، وهذا الشيء أثر على كل من بانداي وكاتس. هالحركة خلت بانداي توقف إنتاج تصنيع هذه الأجهزة في منتصف 1997، يعني هالجهاز بس عاش سنة. شركة كاتس فلست بعد إيقاف تصنيع أجهزة البيبن فترة وجيزة، بينما جت شركة اسمها داي ستار ديجيتال شرت كل الوحدات الموجودة في مخازن بانداي وباعتها على أي شخص يبغى أجهزة أبل بيبن، مستغلين أنها صارت شيء نادر وقتها. غير إيقاف ستيف جوبز لهذا النظام، الجهاز كان أصلاً مصيره الفشل في السوق. بعد ما أبل رخصت لبانداي هذا النظام وأخذت فلوسها، ما صارفت ولا هللة للتسويق على هذا النظام بتاتاً، وكل التسويق كان على رقبة بانداي اللي صرفوا 93 مليون دولار بس لتسويق الجهاز. غير هذا كله، على حسب الاتفاقية اللي وقعوها مع أبل لما يجون يسوقون أجهزة بيبن كان في شروط مختلفة، أحدهم بأن بانداي وكاتس ما يقدرون يوصفون أي جهاز من أجهزة بيبن بأنه جهاز كمبيوتر، وكل هذا عشان المستهلك ما يتلخبط ويفكر أنه شرى أحد أجهزة ماكنتوش أو ماك من أبل. طبعا لما نزلت أجهزة بيبن، السوق كان متشبع من أجهزة سيجا ساترن والبلاي ستيشن، وطبعا الكل كان عنده أجهزة كمبيوتر بنظام الويندوز. فأجهزة أبل بيبن ما كانت مغرية أبدا، وسعرها كان غالي مقارنة بالأجهزة اللي كانت موجودة بالسوق. وهذه كانت مبادرة شركة أبل الغريبة في سوق الألعاب، واللي كانوا ضحيتها شركتين، وهم شركة كاتس ميديا اللي فلست وبانداي اللي اندمجت مع شركة نامكو في سنة 2005. أبل طبعا ابتعدت تماما عن تطوير نظام تشغيل أو جهاز مستقل مخصص للألعاب، لكن نجاحاتها في سوق الألعاب تحققت لاحقا باستراتيجيات مختلفة. هذه الاستراتيجيات انطلقت مع انطلاق الآيفون 3G والآب ستور في يوليو 10 2008. في أواخر 2012 الآيفون صار أضخم منصة للألعاب في التاريخ، وعليها الألعاب مثل كاندي كراش اللي تم تنزيلها أكثر من مليار مرة. مع نجاحهم الجبار هذا، صرنا نشوف شركات الألعاب مثل نينتندو وكابكوم ينزلون ألعابهم على الآيفون. والآن أبل من فترة أطلقت خدمة الأبل أركيد اللي تضم فيها مجموعة ضخمة من الألعاب الرهيبة بدون إزعاج الدعايات اللي تجيك مع الألعاب المجانية. إذن هذه قصة الأبل بيبن ومحاولة أبل الأولى لدخول عالم الألعاب قبل ما تغير مسارها وتحول تركيزها على الأجهزة الذكية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدعمونا بالاشتراك واللايك. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.